مشاهدينا هلا رح نروح لجولة في الصحافة العربية مع الزميل محمد جزار. صباح الخير محمد. يسعد صباحكم فريد توهاني. صباح الخير محمد. صباح الخير إلك الهواء، تفضل تخبرنا شو الأخبار وأهم العناوين بالصحف العربية اليوم. بداية الجولة من أبرز عناوين صحيفة المستقبل، وفيها عرض القوات السعودية على طاولة التحالف اليوم، باريس موسكو وطهران شريكتا وحشية الأسد، واشنطن الغارات الروسية تقوي داعش، المعارضة السورية يكفي تزويدنا بصواريخ مضادة للطائرات، الحرس الثوري يتباهى القرار لنا في سوريا، روحاني يعري نصر الله النووي يمر في سوريا، نائب شيعي عراقي يتهم قيادات شيعية بالعمالة لاستخبارات الأسد، استشهاد فتى فلسطيني برصاص مستوطن، اليمن المقاومة الشعبية تزيد ضغطها على المتمردين. وفي صحيفة الرياض يتحدث الكاتب أيمن حماد إلى الخطة التي لوح بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإنهاء الأزمة السورية. نتابع. لوح رئيس الدبلوماسية الأمريكية جون كيري في حوار مع واشنطن بوست باللجوء إلى خطة باء إذا لم يقم الروس بخطوات جادة لإنهاء الأزمة السورية التي تدخل اليوم منعطفا هو الأكثر أهمية وخطورة. وكان جون كيري يشير ضمنا إلى تخلي واشنطن عن الحل السياسي والقيام بتدخل عسكري في سوريا. في البدء يجب أن نعود إلى حادثة سوروج الانتحارية على الحدود التركية، وبعد هذه الهجمات شرعت أنقرة أبواب قاعدة إنجرليك للقوات الأمريكية من أجل تكثيف الضربات على معاقل التنظيم داخل سوريا، كما اتفقت الولايات المتحدة وتركيا على إنشاء منطقة خالية من داعش بمساحة 90 كيلومتر مربع. الاحتمال الآخر هو منطقة حظر جوي واسعة، وينتظر في حال تنفيذ أحد هذين الاحتمالين أن يمر بصعوبات سياسية وعسكرية، لكنه سيحظى بدعم أوروبي وعربي، وربما نشهد زواجا مصلحيا بين المعارضة والأكراد وامتعاضا تركيا يجب التعاطي معه لا محالة، إذ أن دور أنقرة في هذا الأمر حيوي. وفي صحيفة القدس العربي نقرأ: فابيوس روسيا وإيران شريكتان في وحشية النظام السوري، تلاسن وعراق بالأيدي خلال اجتماع المجلس الرئاسي الليبي لاختيار وزير الدفاع، اليمن المقاومة تسيطر على معسكر جديد قرب صنعاء، العبادي يتجه لتشكيل حكومة تكنوقراط لمواجهة الأزمة الاقتصادية في العراق. وفي القدس العربي أيضا: أكثر من 500 قتيل بينهم 89 مدنيا منذ بدء هجوم قوات النظام في شمال سوريا، مسؤول أممي 85 موظفا إغاثيا قتلوا جراء الحرب السورية، هدنة بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة في مخيم اليرموك بعد أيام من الاشتباكات، موسكو تقترح وقفا لإطلاق النار الشهر القادم، مقتل 3 ضباط سعوديين على الحدود مع اليمن. وفي صحيفة العربي الجديد يقول الكاتب سلام كيلة: إن ما يجري في سوريا هو ذبح للثورة كمفهوم وكأمل يراود الفقراء. نتابع. ما يجري في سوريا مجزرة موصوفة تريدها الدول الإمبريالية من أجل وقف الثورات وتأسيس مثال لما يمكن أن ينتج عن التمرد ضد النظم، وفي هذا تتشارك كل الإمبرياليات، لكنها مجزرة كذلك من أجل إظهار عظمة روسيا، روسيا التي تريد أن تحل محل أمريكا إمبريالية مهيمنة. بدأ النظام المجزرة باستخدام كل أسلحته ضد الثورة، فهو نظام مافيا يريد الاستمرار حتى وإن دمر البلد، وحين ضعف تدخلت إيران لكي تدعم الجهد، وها إن روسيا تكمل الجهد التدميري بكل أسلحتها الحديثة التي تستعرضها من أجل أن تجد مشترياً مثل كل إمبريالية هدفها الربح. تريد روسيا الآن الحسم العسكري، لكن هذا الحسم يقول بالتدمير الشامل لكل المناطق التي تسيطر عليها الكتائب التي تقاتل النظام بالتحديد، وليس داعش أو حتى النصرة، وهي تنطلق من أنها كقوة إمبريالية قادرة على الحسم حين تقرر، وأنها تفرض مصالحها بالقوة وإن كانت نتيجتها التدمير الشامل. ونقرأ من صحيفة الحياة: تصعيد في الملف السوري عشية مؤتمر ميونخ، إيران تفاوض روسيا لشراء سوخوي 30، القوى السنية العراقية ترفض الحكومة المزاجية، القوات اليمنية تسيطر على سحر، قلق من اختناق 300 ألف في حلب ونزوح مليون إلى تركيا، 30 غارة روسية شرق حلب،
موسكو ترفض وقف عملياتها في سوريا. بوادر كارثة إنسانية على الحدود التركية السورية. بولندا تنضم للقتال ضد داعش مقابل تعزيزات من الأطلس. وفي صحيفة الرأي يشير الكاتب صالح القلاب إلى محاولات إحداث خلل في التركيبة السكانية لسوريا وتغيير هويتها الطائفية. نتابع. بات في حكم المؤكد إلا لمن يرى أن بشار الأسد مبعوث عناية ربانية، أن اقتلاع الشعب السوري من أرضه وبهذه الأرقام الفلكية لا يمكن إلا أن يكون مقصودا ومخططا له لأحداث خلل كبير في التركيبة السكانية لحساب الانتماء الطائفي للذين جرى استيرادهم من العديد من الدول القريبة والبعيدة. الآن تجاوز عدد السوريين الذين تم اقتلاعهم من وطنهم ورميهم خارج الحدود ونذرهم في أربع رياح الأرض 7 ملايين، وهذا يعني إذا استمرت هذه السياسة التي تنفذها طائرات السخي الروسية أن الأكثرية في هذا البلد العربي ستصبح أقلية قليلة وأن هوية سوريا الطائفية سوف تتغير تغيرا جذريا. ولعل الغريب والمستغرب بالنسبة لهذه المسألة أن البعض يتقصد كب شره على الضحية ويغمض عينيه عن المجرم، والمجرم هو هذا النظام الاستبدادي أي نظام بشار الأسد، وهو روسيا وإيران وهذه المجموعات الطائفية التي تم استيرادها من كل حدب وصوب. ومن الصحافة السورية نقرأ في صحيفة عنب بلدي: المجلس العسكري في حلب لن نهادن داعش أو ننسحب أمام البيكيكي. العملة السورية تخسر 13 ليرة في يوم واحد أمام الدولار. باب الهوى يهدد بمنع وإتلاف الصحف المخالفة لشروطه. المعارضة تطالب حلفائها بصواريخ مضادة للطائرات لحماية المدنيين. وفي عنب بلدي أيضا: كاميرا جيش الإسلام تحلق في سماء دمشق. من إعزاز إلى دارة عزة 4 ساعات هربا من الموت في حلب. رياض حجاب: معنويات الجيش الحر مرتفعة ولن تسقط حلب. بعد النفط والغاز روسيا تنشئ محطة ضخ على نهر دجلة. عائلة سورية لاجئة تصل إلى القطب الشمالي. والآن نتابع معكم مختارات من رسوم الكاريكاتير. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لنهاية جولة الصحافة. برجع لبنيتا وهاني. شكرا لك محمد جزار. شكرا.